السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في سيدة الدار سلسلة اصدقاء الحاجة فاطمة. حلقتنا اليوم على الحاجة نجاة الروكي اللي غادي تقدم لنا الدجاج بالاعشاب على طريقة نخليكم على المقادير وطريقة ديال التحضير وفرجة ممتعة. حاجة السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. صباح الخير، شنو حلقتنا اليوم؟ الفول والعطار عليك وعلى المشاهدين. عليك وعلى احبابينا. شنو حلقتنا اليوم؟ حلقتنا على جوال حبيبتي هي واحد الدجيجة بالاعشاب زوينة للسحور ولا العشاء في رمضان، غزالة ياه زوينة وصحية. ما كاين ما احسن من الدجاج بلا شوب. ايه ياك، شنو عندنا في المقادير كله؟ المقادير عندنا واحد الدجيجة هي، ولكن غنحلوها من الظهر، غنطيبوها على صدر، نحلوها من الظهر ونطيبوها على صدر. عندنا بنيتي واحد طريقة البزار، وعندنا معلقة ديال المطارد كبيرة، وعندنا معلقة ديال الأزير محكوك عبد اليد، ومعلقة الزعتر محكوك عبد اليد، ونص معلقة ديال السودانية، وكبيسة الملح، ومعلقة كبيرة ديال الزبدة، ونخلطو هادشي كلو والكوزالة بانت ليا. لا لا، غاديرها تسمى في البزار، غاديرها. واخا يلا نخلطو هادشي كلو انا جوا وانا مربوط الدجاج. يلا نبدا ان شاء الله. بسم الله. اول حاجة هاهي الدجيجة، نحلوها من الصدر انا جوا. بسم الله. كتجي بحال فراشة. هانتي كتجي بحال فراشة، هانتي هو الصدر ديالها، كتجي بحال هكا. ونديرو معاها خضيرة، عرفتي يا جو؟ دابا اش غنديرو؟ غنشدو هدوك الأعشاب، غنحكهم بين يدينا هنايا. هانتي بسم الله، ديرو عا قياس ديال الصعصر. حيت هو كي مرة باقي لي اليازير. لا معلقة، هاي معلقة، هذا أكثر من معلقة. أنا حيت حطيت صافي، هانتي مجموعي هاكا شتي بحال هاكا شتي كيتحك. سخنتي من قبل باش كيساعد؟ هي شوية، ماشي تسخني، سخني غير المقيلة بوحدها، وحيدها من النار وحطيتها الزعتر كيسخن. باش دخلتيه تحرق فوق النار. اييه، باش يعرفوا الناس بان راحنا سخنا شي شويه، باش ساخن ضروري كيكون لاوي. او يحطوا فوق الكوكوت الا كانت الكوكوت خدامه، طول فوق حتى معلقه ديال الازير. ها هي هي والسودانيه اللي قلنا، وها هي مليحه، هي قبيصه حيت كلشي مالح، مطرب مالح مالح. الدجاج كنغسلوه سوا بالملحه. انسي انا جو طريقه البزار، حيت كاينه السودانيه مليحة هي، غنديرو معايا قد ديال الزبدة. هاهي شتي، هاهي معايا قد الزبدة، ونديرو معايا قد ديال الموطارد، معلقة كبيرة، هادي تحس معلقة صغيرة، هاهي شتي معلقة صغيرة، غنديرو جوج صافي شيكي. ونخلطو التوابل ونمرغو الدجاجة. بسم الله، تجي زوينة. أنا جوا هاد الدجاجة غادي نجربوها على حسابي. هادي الأعشاب كتجي رائعة. نبدلو شوية. أنا كنديرها فوق النفخ. نبدلو شوية، كنديرها بالأعشاب وكنديرها فوق النفخ. كتجي زوينة، كتجي زوينة. هادي دابا غنديروها في القاع عطا نجوى، وعاد غنديروها في الألمنيوم، وعاد فاش غنشويوها، غنشويوها هي في هداك الغذائي، قاع الغذائي، وعاد الألمنيوم غندخلوها للفرن. هي الفرن، غنشويوها في الفران. هانتي صافي. واش غنديرو دابا نجوى؟ دابا ندهنوها من الداخل، ندخلو لها الأعشاب شت ما بين الجلدة واللحم. هاديك المعلقة باش مكنديرش الصوص. شتي دخلوها، كلها دابا هادشي كيدخل ليها كلشي. ندهنوها كاملة من الداخل ومن برا، ما بين التخيدات، التخيدات مهمين. حاولوا يذوبوا الزبده باش. لا 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 نجمه، لا لا ما تذوبش الزبده، لا هكا كدير كذوب فيه، داكشي كله كيذوب في الدجاجه. هانتي نخشيو هنايا ما بين الشلده والتخيدات، ندخلو معلقه معلقه كامله في الدجيجه. الحفيرات حيت مع الجو بارد والدجاجه كتكون بارده، الماء كتبدا كتكبد.
لا ما عليش راه كدوب لا كيدخل في الشلتر راه كيدوب باش كيتجمع دابا غنجمعوا بحال جمعينا في شي جميله ولا شي ما كتخليهاش واحد شويه حتى كتشرب من الاحسن من الاحسن نخليوها حنا ما مزروبينش انا لو بغيت نديرها كنديرها بالليل والغد عاد كنشويها هانتي نجو الشي هانتي تخيط الشي تدخلي ليهم باش الحيمه تيشربوا داك الاعشاب الزعتر والاعشاب راه كتجي محمره نجوى كتاخذ اللون ديالها زوين كتجي مشويه صافي ديال الدجاج بالاعشاب هي هادي خلي حتى حاجه صافي نجوى دابا نغسل يديا وغنجي نلويها في القاعد نشعل الفران ونجي نلويها ونخشيوها في الفران نديروها في اللاطه ضروري يلا حجه ها مرجو طبعا ندخلها للفرن يسخن غير قاع فعلا ندخلوها في الفران انسي لا شوف بالحفاره ستر حيت الصدر هو اللي مهم حطها بحال كوك في اللاطه ونجمع عليها قاع قاع باش داك الماء ديالها والبخار ديالها لا لا يبقى لداخل سمعتي هادشي علاش كنلفو عليها قاع وعاد نزيدو عليها الطابية ألمي نلفو عاوتاني الطابية ألمي دابا راهو اللاطا دابا اللاطا بحالا غنديرو شي مسمنة خلي داك الماء ديالها يبقى فيه باش طيب ويبقى فيه داك الاعشاب يبقاو في الدجاجه صافي صافي دابا ندخلوها للفرن ان شاء الله يلاه دابا كان عندهم الفران كيشعل فوق وتحت انا جوا يشعلوا الفوق وتحت تشوا من الفوق ومن تحت كان عاد تحت بحال اللي عندنا حنايا راه مره مره نقلبوها تخليها كم جهده ما نقلبوها على ساعه ونص عاد نقلبوها خليها مجهده صافي ساعه ونص عاد نرجعوا ليها ان شاء الله شتي او نشف المهم هذيك المرقه خاصها تنشف شتيها دابا الاضاءه هنا سيبان كان جوا لا الاضاءه عيانه دابا حنا نحيدوهم من الفران ونديوهم الكوزينه وشوفي ها من جوا خرجوا شي دجاجه اييه هاهي خرجتها من الفران دابا شنو نديرو غنقلبوها انا جوا نشوفو اش كاين بسم الله كاين الاضاءه ها انتي انا جوا شوفي كي دايره دابا ما غبطيهاش لا هبطتها واحد شويه ها واحد شويه ولكن غنرجعها دابا دابا نرجعوها تنشف شحال خليني تقلب ساعه هاد المكانه لا نجوى ساعه ونص ساعه ونص عاد جبدتها حليت عليها اي دابا هانتي دابا ها هي واقيلا طابت هي كانت طابت هي زبده عرفتي شنو زبده زبده دابا اش غندير ليها نجوى غنرجعها تنشف نشف من الماء اييه غادي تنشف فيه ان شاء الله هانتي شوفي باش نديرو شي هذا ديالنا هما هاديالو الفريسه ديالها خاص يبقى فيها هانس دابا شتي هانس دابا هادشي كلو خاصو ينشف دابا هادي مريقتها لي طلقت شتي كلو دابا خاصو ينشف صافي نرجع الفران واخا هي هانسي نجو داك ديك الزبيده وداك الاعشاب لي طلقات ونرجعها نشف بالمره تبقى شتي كلو غتشربو الدجاجه نرجع دابا الفرن نرجع على تحت غندير على تحت دابا ماشي الفوق غندير على تحت تنشف يلا خاص كل الحلوى الفوق نديروها هي تحت ماشي حاجه نعم انا جوا من بعد ما درنا خرجنا الدجاجه من الفران اييه دابا نديرو الخضيره دابا هذه الخضره ديالها اللي غترافق الدجاجه في التبصيل درنا بطاطا سلقتها شويه الملحه صافي ودرت اللوبيا خضراء حتى هي سلقتها بشويه الملحه طريقه الملحه دابا هنا غنديروا لها شويه الزبده شويه طريقه البزار طريقه الكمون ونديوها للفران
الملحه لا حيت درناها في السلاط صافي. ها هي نديرو دابا شويه رقه البزار ها باش يبانو دوك بحال الميشيس تعطيني واحد يعني واحد اللذه ها طريقه باش ما تجيناش حاره للدراري. هنا شويه الكمون ندير شويه بيض باش نعرف اش ندير صافي العبار تاع طريقه الكمون هي كمون زوين واخا هكا ندير فوقها شويه طريفات الزبده طريفات ديال الزبده صغار هانس وزي على طريفات الزبده بحال هكا باش كل بطاطا تاخذ شويه الزبده هانس انا شوف صافي بارك عليها كتشرب لنا ديك الزبيده انا جوعه كتجي روعه هاد البطاطا كتجي روعه البطاطا في الفرنان بالنسبه لاريكو احسن من القلي لاريكو غادي نسوطيوها نسوطيوها حتى هي في الزبيده وشويه زيت العود طريقه البزار صافي واحد البوط تاع الثومه راه مسلوقه دابا ملي غنصلي غنعيط لك نقول لك شنو كاين صافي دابا هادي غنديها الفران يلا معايا الفران صافي بارك عليها نعم شوفي نجمو هي الكويسه هنا دابا دابا شنو نديرو غنشرملو اللوبيا نجمو غنديرو معلقه الزبده حنا دابا عندنا عشبيه ديال اللوبيا غنديروها معلقه صغيره ها هي شتي ديال العبار ديال العبار زبده العبار ضروري نزيد ناكلو شي ديال العبار ونديرو معاها معلقه زيت العود جديده ها هي معلقه صافي ما نفوتوهاش ها هي نجمو نحكو واحد بوط ديال الثومه الثومه راه ما لقيتهاش انا ضروري بوط ديال الثومه يتحك المهم انا قلتها جيبها لك كاينه اها كاينه مبانش ليا انا نشوفها كاين حاجه انا دبرت لك في الثومه بارك الله فيك ياك هي شكرا الثومه كتجيبها زوينه اه هانتي هو عبوت ها واحد كتروش ها هو حكيناه حكيت نجمو حكوا هذاك الدريس طاحت لك القشره خلاص نحيدها ماشي مشكل هاد الحاجه كان عندها حاجه حرشه بزاف ماضيه صافي دابا غادي نصوتو فيها ان شاء الله هاد لاري الثومه ونديرو دابا اللوبيا نجبه هي هي ونزيدو فوقها طريقه ديال البزار الملح ما نديروش الملح نهائيا تسلقناها بشويه الملح نديرو طريقه البزار ونديرو هذا الربيع ها هو حتى هو ها المعدنوس درت على المعدنوس انا دابا المعدنوس بوحدو اه درت على المعدنوس ونديرو طريقه الكمون هذاك السودانيه الحاجه الا بغينا السودانيه كي لبات تحرر لينا و... يجي زوين ما يجيك بخير شتي هاد الحكايه فاش كنخاف منهم انا جوا ياك شتي ياك ما طيح لك بزاف بزاف ولينا شويه بلاش نجي معايا القنقص ايه مره اوكي زوين معليش يلا صافي دابا جديد هنا جوعان صوتيها شويه اها نعطيك بلاتي نعطيك هذاك ديال الخشب كتحرك مزيان ما نحركهاش بلاش ما تحركهاش كاع باش ما ترونش باش ندير لها هكا هو تحرك ديالها باش تبقى مزيانه تشمل لينا بالنسبه للبطاطا نجوا نديروها لتحت العافيه فوق منها فهمتي ماشي الفوق العافيه فوق من البطاطا شتي yeah. باش تشرمل مع ديك الزبيده تشربها ونحيدوها كتجي لذيذة ألد ما يكون نجوا هانتي نجوا البطاطا اللي درناها لتحت باش تغراتينا هي شربت لينا الزبده شتي مره نديروا لها هكا باش ديك الزبده تدور عليها كامله شتي هي شرباتها غنزيدها واحد الدقيقه صافي وغنخرجها غتخليها عاوتاني لتحت ها واحد الدقيقه حيت شربات الزبده هانتي شتي تزيد تشربها كثر صافي ونزولها يلاه صافي ها ها انا نجوها راه هزيت شري لي عافاك البقات انا نجو هذا نفسي شرب شويه راه خشيتي فيه الباله بلاتي خشيتي فيه الباله لا صافي هذا هو الحل
باش تخرج باقل ضرر. حيت طابت وزوينه، حيت طابت نجوى غزاله ورطبه. هذاك الشيء غادي ناكلوه، غادي تسكن غتسكن ياك. ها هي نجوى، شوفي شحال جات زوينه غزاله، ما تشبهيش منها. ما تشبهي منها ريحتها من داك الشرف. هي زينه والزعتر نجوى، داك الشيء صحي. دابا غادي لها الخضيره، دابا ملي حطوها يفرشوا لها الخص، بعدا يفرشوا الخص ولا المعدنوس. بحال هكا حنا ما فرشناهش، بحال هكا شنو شي يبقى ليا. يديروا الخص، داك الخص اللي كيكون طيح على الطبسيل. كاين الخص الروسي كيجي زوين، كيجي زوين انا جوا. ضروري يفرشوا الخص، ضروري الخص ولا المعدنوس، ما كانش الخص يفرشوا المعدنوس. صافي نجوا نديروا هاد الطيطه هكا بحال هكا، صافي خضيره. نجوا ساري نديروا هنا خضيره، نمشي شي الطاطه شحال زوينه. انا جوا هذه ديال الفران كتجي زوينه، فنه ما نقولش لك فنه غزاله، تشبيش منها. كتجيب لك البطاطا الحمراء شي ما كتفرسس ما والو، كتفرسس ما كتعجن. الخضره صحيه والدجاجه صحيه، كلشي صحي في الطبق. زوين كلشي زوين. نديرو دابا اللوبيا، ها هي هي يا نستوها، باقا سخونه. اه يا قشر ملسه داكشي معلك، انا جوا معلك. يديروا يفرشوا الخص كيما داكشي غزاه، داك المنظر فن. ضروري يفرشوا الخص، انا كنقولها بالاخص الا كان داك الخص داك الزوين، عرفتي انا جوا الخص الروسي هذاك هو اللي تفراش. هانتي حبيبتي امك لا في رمضان هذه انا جوا صحيه والله، ما يجيك الجوع بالنهار ما تشوفيش ما يطلش عليك كيشد القلب. ما صراحه ما يطلش عليك. مازال غنديرو بحسيوه الفطور ياك الحاجه، مازال غنديرو بحسيوه اها، يفطروا بها وهذه يتعشاو بها وتفكرون ان شاء الله. بلاتي نجوا راه ما كملت، راه بالي تزين باقي ليه. شدوا هذه نديرو شويه الخص ومتي شاسيغيز ونغرسوها بحال هكا. يجيك الجوع بلا ما يكون فك ياك، كتكوني شبعانه. انسى نجوى صافي تبارك الله على الحاجه روكي. الله يبارك فيك اختي الحمد لله. ها هي بصحتهم وبراحتهم انا جوا هانت. الله يعطيك الصحه. يجيك هادشي الحاجه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك انا جوا بنيس. هي الدجاجه جات من داك الشافير. غزاله ما نقولش لك. الله يعطيك الصحه. امين. حاجه وحده انا جوا يفرشوا الخص باش يغطي التبصيل. دابا انا ما حضرش عندي ما فرشتوش. ويقدموها مع داك العصير انا جوا عقلتي عليه اللي قدمت مع الدجاجه معمره بالكروفيت. ماشي عصير، هو بحال كيتكل بالمعلقه. في باربا، في تفاحه محكوكه وباربا محكوكه مسلوقه ياكي، وفي عصير الليمون كتنسميه بشويه القرفه. المهم اللي بغى يشوف الفيديو غيلقاه في سلسله اصدقاء الحاجه فاطمه. هذيك لي صالاد ديال الباربا والتفاح كتمشي مع هاد الدجاج، لان دايره مع الدجاج ديال الكروفيت. اللي بغى يشوف هذا ساهو غزال، اللي بغى يشوف الحلقه ديال الدجاج بالكروفيت راه كاينه موجوده على في القناه. غزال انا الحاجه. نعم تبارك الله عليك، الله يعاونك، شكرا على المجهود. الصحه والراحه، بصحتكم وبراحتكم، تاكلوا وتعاونوا. وصفه اخرى ان شاء الله نعطيها لكم ان شاء الله. يلا حبيبتي وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنسوا شاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة، وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.